تعددت اللواءات الكويتية ضد الإرهاب بمختلف أنماطه خلال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في زامبيا، ومشاركة وفد الشعبة البرلمانية الفاعلة في أعمال المؤتمر. حذرت بأن الإرهاب لم يعد مقتصرا على الشكل الظاهر، بل بات يتخفى وراء أقنعة غير تقليدية. اللواءات الكويتية الأولى رفعت ضد إرهاب الدولة وقمع الشعوب تحت ستار زائف من الديمقراطية يمارسه الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل. إن الإرهاب التقليدي وإرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل وجهان لعملة واحدة يتعايشان على بعضها البعض. أنا أضع الجميع أمام مسؤولياتي الأخلاقية أملا في تحرك ما ينهي عجلة الدم النازفة على مدى 60 عاما. لواء برلمانية كويتية ثانية وجهت نحو الإرهاب المسلح باعتباره مرضا ينخر في الجسد الدولي. بات واجبا على جميع البرلمانيين وعلى رأسهم المنتسبين للاتحاد البرلماني الدولي أن يشحذوا الجهود في سبيل مكافحة الإرهاب من خلال منهج يعتمد على اتخاذ تدابير استباقية تتناقض مع حقوق وحريات الأفراد المدنية. كذلك لا بد من تشريع القوانين ومعالجة أسباب التطرف التي تؤدي إلى الانضمام إلى الجماعات الإرهابية. لواء ثالثة رفعها مجلس الأمة ضد إرهاب المرأة وحرمانها من حقوقها السياسية والإنسانية. تم يعني مراجعة هذه الأسئلة، وهذه الأسئلة كلها تتجه نحو أما العنف أو الأمور السياسية التي تستخدم ضد المرأة من ضمنها الابتزاز السياسي أو غيرها من هذه الأمور، اللي لله الحمد بالكويت يعني صفر كانت هذه الأمور من خلال مشاركتنا وأيضا الإجابة على بنود الاستبيان. وقفة احتجاج برلمانية كويتية ضد الإرهاب بمختلف أشكاله وامتداداته حذرت من خلال أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي من ظواهر إن أهملت قد تشكل بذرة لشكل من الإرهاب ضد الشعوب والأمم.